سيبك تستمتع طيب ونرجع ماشي، للعك، يلا بينا يعني نستمتع الاول وبعدين نحدد. يلا بينا. نستمتع. تعالوا بقى نشوف كده، نفتكر الثلاثه كورنرز، اللعبه اللي اتكررت من الاهلي في ثلاث نسخ من دوري الابطال. دي نسخه القضيه، عمرو السوليه ده نهائي القرن، ده عمرو السوليه اللي ما خدش حقه ما بصراحه، خدش حقه ما بصراحه خدش حقه بصراحه، بصراحه. يعني صحيح لعيب القضيه كبير كانت طبعا، وشمال معلول البلسم، يعني طبعا. الباس السحري اللي سجل بيه الاهلي الهدف الاول في الزمالك، نفس اللقطه، وكانت طبعا واحده من اسباب حسم اللقب لنادي الاهلي. اللقطه الثانيه معلول كورنر معلول، كازابلانكا، مركب مركب الوداد مركب مسجله، محمد الخامس، معلول مركب مسجله، بس المره دي اللي عبد قطع المنعم عبد المنعم. من كامبوس احلى، صح؟ طبعا كامبوس كامبوس من احلى الاهداف يعني، ولد هو الحقيقه. من احلى الاهداف، جه على الحركه القريبه وحطها. عارف عبد المنعم ده، يعني طبعا هو لسه صغير وقدامه ان شاء الله باذن الله مشوار طويل في الملاعب. عارف لما يستوي، يعني هو امكانياته هايله جدا لاعب من جدا، الطراز مفيش شك ان هو الكبير مدافع يعني، عصري ما شفناهوش في الكوره من بنكهة زمان. أوروبية صح مدافع عنده كوره، ودي نادره شويه طبعا، في المركز كرة بتاعه. وشخصية. لكن كمان لما يهدى شويه والنضج عنده يبقى في مستوى اعلى، هتشوف وهو يستاهل كل خير بصراحه. طبعا ودي اللقطه الثالثه حسين طبعا، الشحات، ورامي ربيعه، والمرة دي بتوقيع طبعا حسين الشحات اللي حسين جابها، الشحات نظرا لغياب لوك. طبعا. انا عايز اقول لك يعني، فاحنا برضه سبحان الله كنا في يعني، الملعب، ايوه، واول ما الكورنر ده اتحسب، والله يا احمد الناس اللي حسيت حوالين، لا كله قال فينا كمعلول، فينا كمعلول. فحسين الشحات قال لهم ما تزعلوش، انا انا موجود، موجود. اقوم انا بالدور ده. بس انا عايز اقول لك، في الكرة دي انا في اي كورنر دلوقتي، في اي كورنر يعني باي ديفولت كده اوتوماتيك، يلا منع. يعني براهن على منعم جدا جدا ما انا في عايز بقى يا احمد، المباراه. بص انا جايب، انا جايب بس الحاله بتاعت هدف اللقاء عشان نبرز زي ما قلت يا احمد دور او شغل الجهاز الفني في التحضير للقاء. ما اعرفش انا الصور عندهم في الاعداد، ثلاث كرات هتوضح لك قد ايه ان الجمله دي متفق عليها داخل الجهاز الفني للنادي الاهلي، مع شرح كمان اللعيبه ايوه، يعني، مش عارف هي دي. انا عايز اقول لك من الكواليس، يعني ان الكره دي قبل ما تتلعب كان في اتفاق بص يا احمد، بص بين انا منعم عايز اهي، والشحات. لا بص بقى انا هقول لك، ده الكورنر، ده الشحات لسه رايح يلعب الكوره، ده كان شكل الثلاثي ايوه الاهلاوي في الكوره دي، محمد عبد المنعم وراه اسامه ابو علي وراه رامي ربيعه، الثلاثه واقفين ورا بعض قبل ما تتلعب الكورنر. بص ايوه الحاله اللي بعدها على طول، بص منعم بيسال حسين الشحات انت هتلعبها ازاي؟ يعني واضح ان هو بص رافع ايده الاثنين وبيقول له هتلعبها ازاي؟ فحسين الشحات شاور له، بس في كوره دي مش باينه، وهيلعب على طول حسين الكورنر. بص يا احمد، شاور له هو ورامي هو اللي فاهم. لا، هم كانوا متفقين قبل الجيم على على جمله انه، اهي يعني منعم راح وقال للشحات انه ايه اللي بيعمله هو معلول في تنفيذ الضربات بالظبط، الرزمية. ما انا بقول لك في كوره هو ايوه شاور له، بعدها هو بص الكوره دي اتلعبت، ده منعم قطع على القريبه وسحب اتنين معاه، كالعادة. أيوه. سحب اتنين معاه ودخل قطع على القريبه، وسام وطبعا دخل، كاردوزو محفظها لهم، طبعا منعم ما بالظبط يقطعش على بالظبط. القريبة وتسيبوه يطلع يركب كرة بص لوحده. هو منعم قطع على القريبه اهو، ففض الدنيا وراه، دخل وسام ابو علي في النص اتلعبت. بص بقى في الصوره اللي بعدها، اخر كوره اتلعبت العرضيه وربيعه دخل حطها في المرمى. فده شغل مدير فني او شغل جهاز فني، احنا حبينا نبرز الهدف اللي احرز منه النادي الاهلي هدف، كان هدف غالي لانه هدف ببطوله، فما حدش حاجه يفتكر تانية يا ان هي احمد، عشان كورنر صدفه، ايوه لا ده شغل متفق عليه. احنا شفنا الثلاثه واقفين ورا بعض، واحد بيقطع على القريبه، واحد بيقطع في النص، وتالت واحد هو اللي بيسجل الهدف. الحظ لا يخدم الا الاقوياء، صح، لا والا وان انت المجتهد تجيب طبعا، يعني وارد جدا. التوفيق واحد من اهم عوامل النجاح في كره القدم، وارد جدا تعمل كل حاجه في الكوره. طب ما هو السيتي عمل كل حاجه في الكوره قدام الريال وما وخسر من تاهلش، مانشستر يونايتد، وخسر بس عشان ده من مانشستر بس يونايتد. عشان ده الريال. ماشي يا سيدي، ده احنا نسينا، ما انا عدينا، ما انا قلت له خسر من مانشستر لا يونايتد، ده انا لسه بقول لك الاهلي هو ريال هو مدريد، استخبى في الاهلي الزحمه، هو ريال استخبى مدريد طلع افريقيا. لا بس في حاجه مهمه احمد، يعني معلش اقطعك، اتفضل. ان النادي الاهلي يجيب هدف في الترجي التونسي بكرة بكره ثابته، ثابته، دي مهمه جدا، طبعا تبين ان طبعا كولر مذاكر كويس، ان الترجي التونسي أيوة. مميزين في الكرات الثابته، صحيح صحيح، دي واحده فيعني دي حاجات من مهمه نقاط جدا يعني.